السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل يا جماعة النهاردة الانتجريشن، وهناخد الانتجريشن باي بارشال فراكشن اللي هو التكامل بالقصور الجزيئية. الهدف من البارشال فراكشن ايه، او ايه هو البارشال فراكشن؟ مبدئيا لو انا عندي تو فراكشن كده كسرين، يعني تو مثلا اوفر اكس بلس 3 بلس 5 over x minus 4، وعايز اعمل ادنج للتو فراكشن دول، عايز اجمع الكسرين دول مع بعض. اول حاجه بنعملها بنعمل كومن دينومينيتور او توحيد مقامات، ان انا باخد الاثنين اللي تحت دول اعمل لهم تايم بعض، فتبقى x بلس 3 في براكت و x minus 4 في براكت، وبعد كده اعمل كروس مالتيبليكيشن. 2 تايم x هتبقى 2x، و2 تايم نيجاتيف 4 بنيجاتيف 8، و5 تايم x ب 5x، و5 تايم 3 هتبقى 15. وبعد كده احاول اجمع الحاجات اللي زي بعض فوق، فهقول ان تحت التو براكت هيفضلوا زي ما هم اكس بلس 3 واكس ماينس 4، لكن اكس ماينس 4 اكس ماينس 4، لكن فوق بقى هنعمل 5 اكس بلس 2 اكس هتبقى 7 اكس، و15 ماينس 8 تبقى بلس 7. ايه ده بقى؟ ده كده انا جمعت التو فراكشن في فراكشن واحد. طب انا بستفاد ايه منه في الانتجريشن؟ بستفاد لو جالي اعمل انتجريشن للشكل ده، انا مش عارف وهو بالمنظر ده اعمل انتجريشن، لان اللي فوق مش ديريفيتيف اللي تحت، ويبقى صعب شويه بعد شويه مواضيع كده ان انا اوصل للايه، اخلي اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت، فبضطر ارجع الفراكشن لاصله. هو كان تو فراكشن صغيرين، فانا هوريكم دلوقتي هنرجع لاصله ده ازاي. هنقول 7x بلس 7 مثلا اوفر اكس بلس 3 اللي هو عندي دوت، واكس ماينس 4 هو تحت عندي 2 براكت، يبقى هو كان في 2 فراكشن، هنرجعهم اهم ونعرف بقى. انا هنا مش عارف كان في كام ولا هنا كان في كام، فانا هحط هنا ايه وهحط هنا بي، واحاول اوجد الاي والبي. طيب هنوجد الاي والبي ازاي؟ انا ببدا اكتب اللي فوق دوت النيتور اللي عندي في الليفت هاند سايد، وبعد كده اخد الدينومينيتور اللي تحت ده كله مالتبلاي اول فراكشن اللي هو ده. فالاكس بلس 3 هتروح مع الاكس بلس 3، هيتفضل a تايم اكس ماينس 4 بلس نفس الدينومينيتور تايم الفراكشن اللي بعده، الاكس ماينس 4 هتروح مع الاكس ماينس 4 هيبقى b تايم اكس بلس 3. هنقفل الايكويشن دي كلها ونسميها ايكويشن ستار، ونبدا نجيب من الايكويشن ستار دي الاي والبي بكام. بختار يا جماعه الزيروز اوف دينومينيتور او اصفار المقام، عشان احاول اخلي مره الاي ب0 فيعرف اجيب البي لوحدها، ومره اخلي البي ب0 اعرف اجيب الاي لوحدها. فالزيروز اوف دينومينيتور، اول دينومينيتور هي اول اكس تخليلي الدينومينيتور الاولاني ده ب0، ان انا احط الاكس بكام؟ بنيجاتيف 3، فهحط الاكس بنيجاتيف 3 في الايكويشن ستار دي كلها، فهتبقى 7 تايم نيجاتيف 3 بلس 7 ايكوال a نيجاتيف 3 ماينس 4 بلس b في نيجاتيف 3 ماينس 3 بلس 3 يعني. طبعا ده كده هتطلع بزيرو، وهيطلع لي نيجاتيف 21 بلس 7 هتبقى نيجاتيف 14، ودي هتبقى نيجاتيف 7 a. كده لو عملت ديفايد نيجاتيف 7 تطلع لي ان a ايكوال 2، وفعلا كانت ال a ب 2 في الايكويشن الاصليه. تاني واحده هنختار الزيروز اوف دينومينيتور التاني اللي يخلي لي المقام التاني بصفر، ان انا احط ليت ال x ايكوال 4، احط ال x ب 4 في الايكويشن ستار كلها، هتبقى 7 تايم 4 بلس 7 ايكوال a في 4 ماينس 4، اللي هي خلاص اللي بقت ب0 هنا، والبي هي اللي هتطلع فاليو 4 بلس 3، دي كده خلاص ب0. دي 28 بلس 7 هتبقى 35، ودي 7b. هعمل ديفايد 7 عشان دي b كام، هتطلع b ايكوال 5، والبي فعلا كانت ايكوال 5. انت كده رجعت الفراكشن الكبير اللي جاي لك كومن فراكشن، رجعته مع بعض وبقى فراكشن واحد. تقدر بقى تعمل الانسر دي انتجريشن، تحط الاي مكانها اللي هي 2 اوفر اكس بلس 3 بلس 5 اوفر اكس ماينس 4، وتعمل انتجريشن لكل واحده. ممكن نطلع ال 2 بره ونخليها 1 اوفر اكس بلس 3، ونطلع ال 5 بره ونخليها 1 اوفر اكس ماينس 4، ونعمل انتجريشن لكل واحده عشان تبقى لين على طول. يبقى الانسر عندي 2 لين اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت لين 3 بلس 5 لين اكس ماينس 4 بلس. يبقى هدف او فايده البارشال فراكشن ان هو بيرجع لي الحاجه لاصلها تاني قبل ما كانت يتعمل لها كومن دينومينيتور كانت ايه،
وابدا بعد كده اعمل انتجريشن للفراكشن الصغيره بسهوله وبطريقه اسهل من الحاجه الكبيره اللي انا مش عارف اوصل انتجريشن بتاعها. طيب البارشال فراكشن يا جماعه، انا عندي فراكشن يعني دي اوف اكس اوفر دي اوف اكس، نيومينيتور ودينومينيتور او بسط المقام. انا عندي اول حاجه لو انا عندي الديجري بتاع البي اوف اكس جريتر ذان اور ايكوال الديجري بتاع الكي اوف اكس، يعني لو باور اللي فوق اعلى من اللي تحت بعمل لونج ديفيجن. طيب لو العكس، لو الديجري بتاع البي اوف اكس ليس ذان الديجري بتاع الكيو بعمل بارشال فراكشن. يعني البارشال ما بعملوش غير لما بيبقى الباور اللي فوق اقل من اللي تحت. طيب التكنيك او الكيسز بتاعت الباور، طبعا لو عندي تحت اكس باور 1 هشوف هنعمل ايه، واكس سكوير هنعمل ايه، واكس باور 3، ولو عندي براكت باور 2، ولو عندي براكت باور 3. هنشوف مع بعض دلوقتي. طبعا عشان اعمل انتجريشن لاي فراكشن انا عايز الاب يكون ديريفيتيف الداون، اللي فوق تفاضل اللي تحت، عشان يبقى الاب ديريفيتيف الداون لازم الديجري بتاع اللي فوق يقل عن اللي تحت ب1، عشان التفاضل بينقص درجه الباور بينقص درجه او الاس بينقص درجه. فتحت اكس باور 1 هنحط كونستنت واحد بس كأن مفيش حاجه فوق، اكس باور 0 رقم كونستنت، اي اكس سكوير هنحط فوق معادله من الدرجه الاولى اي اكس بلس بي، اي اكس كيوب هنحط معادله من الدرجه الثانيه اي اكس كوادراتيك ايكويشن دي اكس بلس سي، ولازم عدد الكونستنت يبقى نفس باور الاكس. يعني لو اكس باور 1 هتبقى اي بس والكونستنت واحد بس، اكس باور 2 يبقى عندي 2 كونستنت اي وبي، اكس باور 3 هيبقى عندي 3 كونستنت اي وبي في سي. طيب في كيسز تانية ريبيتد براكت، لو انا عندي مثلا هنا اكس بلس 4 فالبراكت لما بيبقى عندي باور 2 بعمله مره باور 1 ومره باور 2. طيب ولو هو باور 3 بعمله مره باور 1 ومره باور 2 ومره باور 3. بنحط الـ A والـ B ديبند على باور الـ X اللي جوه ولا على باور الـ A والـ باور البراكت؟ لا بيبقى ديبند على باور الباور اللي فوق. يعني لو انا عندي اكس باور 1 هنحط ايه واحده بس، وهنا اكس الثانيه هنحط بي بس، عشان اوفر اول لو الاكس عندي بقت باور 1 المفروض، يعني لما افك البراكت ده باور 2 يبقى عندي 2 براكت، يبقى عندي 2 كونستانت اي وبي، الاي عندي هي والبي هي وما ينفعش احط باور اكتر من. طيب برضو تحت لو انا عندي اكس سكوير بلس 4 هنعمل ريبيت ده اهي، اكس سكوير بلس 4 اكس سكوير بلس 4 اكس سكوير بلس 4، هنا هنحط برضو الكونستنت بتاعي حسب الشكل اللي انا عايزه. يعني ايه؟ يعني هنا اكس سكوير فالمفروض نحط الكونستنت بتاعتي، ممكن نختار اهي كده اي اكس بلس بي، وهنا برضو هتبقى سي اكس بلس دي، وهنا برضو عشان باور 2 هتبقى اي اكس بلس اف، عشان اوفرول لو باور 2 باور 3 فكناها هتبقى باور 6. باور 6 دي يعني عندي 6 كونستنت هم موجودين هم اي وبي وسي ودي واي واف. يبقى لو انا عندي ايكويشن باور 1 بحط كونستنت واحد بس، باور 2 بحط اي 2 كونستنت اي اكس بلس بي 3 اي اكس سكوير بلس بي اكس بلس سي، لو عندي براكت باور 2 بعمله مره باور 1 وباور 2 وبحط الكونستنت ديبند على باور الاكس اللي جوه البراكت مش على باور البراكت، لان حد هيقول لي دي اكس سكوير المفروض احط دي اكس بلس سي، لا هي الاكس اللي جوه باور 1 بحط كونستنت واحد. هناخد اكزامبل يا جماعه على الكيس ديت ونشوف هنعمل انتجريشن ازاي. هنعمل انتجريشن مثلا وليكن انتجريشن 2x بلس 3 اوفر اكس كيوب ماينس 8 دي اكس. لما نيجي نعمل الانتجريشن دوت لازم نعمل فاكتورايز للدينومينيتور. طيب الدينومينيتور هنعمله براكت صغير وبراكت كبير. البراكت الصغير فيه كيوبيك روت الفيرست وكيوبيك روت السكند، الجذر التكعيبي للاول والجذر التكعيبي للثاني وساين الميدل اللي هي الاشاره النص. البراكت الكبير هيبقى فيه الفيرست سكوير واللاست سكوير وفيرست تايم سكند وذ ديفرنت ساين، يعني الاول في الثاني بعكس الاشاره هيبقى 2 اكس، فده اللي هيبقى التو براكت بتوعي. يعني انا هقسم ده لاكس
ماينس 2، وهقسم تاني جنبه اكس سكوير بلس 2x بلس 4. طيب هنعمل ايه هنا وهنعمل ايه هنا؟ 4 باور 1 فهنحط كونستنت واحد بس اللي هو مين؟ ايه؟ تحت باور 2 هنحط المفروض بي اكس بلس سي، بس احنا هنعمله بي ديريفيتيف اللي تحت بلس سي. ليه؟ عشان لما نيجي نقفل الانتجريشن بتاعي يطلع اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت تبقى لنا على طول 2 اكس بلس 2 عشان اعرف اعمل انتجريشن للشكل ده. ده لو انا عايز اعمل له انتجريشن اجيب الاي والبي بس الاول وبعد كده احط كل واحده مكانهم واعمل انتجريشن. اول حاجه هنعمل الايكويشن ستار اللي انا بعملها 2 اكس بلس 3 ايكوال، هناخد الدينومينيتور ده نضربهم في اول فراكشن في الاكس ماينس 2 هتروح مع الاكس ماينس 2 هيتفضل ايه تايم اكس سكوير تايم 2 اكس بلس 4 بلس. لما ناخد الايكويشن دي كلها الدينومينيتور نضربه في الايكويشن دي براك ايكويشن اكس سكوير بلس 2 اكس بلس 4 تروح مع بعضها يعني اتفضل بي تايم 2 اكس بلس 2 بلس سي، كل ده في براكت واحد ده النيومينيتور اللي فوق تايم اكس ماينس 2. وكده نبروز الايكويشن ديت ونسميها ايكويشن ستار، هي اللي هنجيب منها الاي بكام والبي بكام والسي. اول حاجه هنختار الزيروز اوف النيومينيتور او اصفار المقام، فهقول ليت اكس ايكوال 2 عشان اجيب الاي وابدا اسبستيوت مكان الاكس ب 2، هتبقى 2 تايم 2 بلس 3 ايكوال ايه تايم 2 سكوير بلس 2 تايم 2 بلس 4، والاخيره دي طبعا 2 بلس 2 هتبقى 0 هتطلع كلها 2 ماينس 2 0 0 تبقى اي حاجه بيها، هتبقى 4 بلس 3 هتبقى 7 ايكوال 4 بلس 4 بلس 4 هتبقى 12 ايه يعني ايه هتطلع لي ايكوال 7 اوفر 12. كده حضرتك جبت اول كونستنت. طيب عشان نجيب الكونستنت الثاني البراكت اللي احنا مختارينه ديريفاتيف فوق ده مسهل لي الدنيا شويه، ان انا عايز اخلي البراكت اللي جوه ده بزيرو عشان اتكنسل بي ويطلع لي ايكويشن فيها اي وسي بس، اعرف معايا الاي اعرف اجيب السي. فحضرتك هتختار ليت الاكس ايكوال نيجاتيف 1 عشان يخلي لي البراكت الصغير ده بزيرو، 2 تايم نيجاتيف 1 بلس 3 ايكوال ايه تايم نيجاتيف 1 سكوير، ولازم تحطوها يا جماعه كالكوليتر بتوين تو براكت كده عشان ما يطلعش الانسر غلط، بلس بي تايم 2 تايم نيجاتيف 1 بلس 2 بلس سي تايم نيجاتيف 1 ماينس 3. طبعا البراكت الصغير ده زي ما اتفقنا 2 ماينس 2 0 فيخلي لي كل دي ب 0، ودي هتطلع نيجاتيف 2 بلس 3 هتبقى 1، ودي 1 بلس 4 ماينس 2 هتبقى 3a، ودي هتبقى ماينس 1 ماينس 2 ماينس 2 يا جماعه مش ماينس 3 ماينس 2 عشان اكس ماينس 2 الاكس نيجاتيف 1 ماينس 2 ماينس 1 هتطلع نيجاتيف 3c. طب انا عندي ال a ب 7 اوفر 12 هنطلع ال 3c بره وهتبقى 1 هتبقى 3a 3 تايم 7 اوفر 12 3a ماينس 1 تطلع 21 اوفر 12 ماينس 1 هتطلع 9 اوفر 12 او 3 اوفر 12. كده حضرتك جبت ال سي. كده فاضل ان انا اجيب البي، هختار الاكس باي فاليو ما خدتهاش قبل كده، يفضل الزيرو لو انا ما خدتوش عشان يكنسل لي حاجات كتير، فهتبقى 2 تايم 0 بلس 3 اللي هي هتبقى 3 ايكوال 0 بلس 0 بلس 4 هتبقى 4a. اما نحط الاكس هنا ب 0 فدي هتبقى 2b بلس سي، ولما نحط هنا الاكس ب 0 هتبقى نيجاتيف 2 هنعمل لها تايم نيجاتيف 2 تايم 2b هتبقى نيجاتيف 4b، نيجاتيف 2 تايم سي هتبقى ماينس 2c دي نيجاتيف 4b، وانا عندي الاي وعندي السي اعرف اجيب البي هتبقى 3 ايكوال 4 تايم 7 اوفر 12 ماينس 4b اللي انا عايز احسبها ماينس 2c اللي هي 3 اوفر 4، واحسب بقى الفاليو بتاعتي كام؟ دي هتطلع الفور دي هنطلعها بره اهي نكتب الايكويشن تاني 3 ايكوال نعرف نحسبها هنا 4 تايم 7 اوفر 12 4 تايم 7 اوفر 12 ماينس 4b بعد كده ماينس 2 تايم 3 اوفر 4 ماينس 2 تايم 3 اوفر اللي هي 2c. طب لما نيجي نحسب الفاليو بتاعت كل واحدة فيهم يا جماعة هتبقى ال 4b هنطلعها بره هي اللي احنا عايزين نجيبها، ودي بقى نحسبهم جوه دي هتطلع 28 اوفر 12 لما نعملها مالتبلاي، ودي ماينس هتطلع ماينس 6 اوفر 4
ودي هنجيبها الناحية التانية ماينس 3 ونعمل ادنج للفاليو، فتطلع 14 اوفر 6. ماشي، ممكن نخليها 12 كلها، دي هتبقى 18. 28 ماينس 18 هتطلع 10 اوفر 12. 10 اوفر 12 ماينس 3 اللي هي 36 اوفر 12، هتطلع نيجاتيف 36 اوفر 12، يبقى 4b ايكوال نيجاتيف 26 اوفر 12 او نيجاتيف 13 اوفر 6. هعمل ديفايدد 4، هتبقى ال b ايكوال نيجاتيف 13 اوفر 24. دي الفاليو، طبعا ممكن نراجع الكالكوليتر كمان بتاعتها او حساباتها، نطلع المهم ان الكوفيشن ده هيطلع عندي، احط كل واحده مكانها في الانتجريشن، يعني الاي طلعت ب 7 اوفر 12 نحطها 7 اوفر 12، يبقى انتجريشن 7 اوفر 12 اوفر اكس ماينس 2 بلس. زي ما اتفقنا لو فوق في حاجتين يا جماعه لازم نقسم، هناخد دي اوفر دي مره وهناخد الثانيه اوفر الثانيه مره. البي طالعه في نيجاتيف 13، نيجاتيف 13 اوفر 24 هنطلعها بره، وفوقها يطلع 2x بلس 2 اوفر اكس سكوير بلس 2x بلس 4. والثالثه السي طالعه ب 3 اوفر 4، هيبقى بلس 3 اوفر 4 برضه هنطلعها بره، و1 اوفر اكس سكوير بلس 2x بلس 4 دي اكس. يبقى هعمل لكل واحده انتجريشن لوحدها، طبعا 7 اوفر 12 دي هنخرجها بره، يبقى اللي فوق ديريفيتيف اللي تحت، فالليمت موجود على اللين على طول، اكس ماينس 2 ماينس 13 اوفر 24، وبرده الاب ديريفيتيف الداون هتبقى الليمت ديمينيتور على طول اللي هو اكس سكوير بلس 2x بلس 4. بعد كده ده محتاج يتعمل له كومبليت سكوير عشان خاطر اشوف هو انه شكل من الاشكال المحفوظه اللي عندي، فهو هنقول كده اكس ونص 2 سكوير ماينس ال 1 بتخرج سكوير بره بلس 4، في البراكت ده كله كانه اكس بلس 1 سكوير بلس 3. ولا ننسى ان انا عندي رول بيقول لي انتجريشن اوف 10 انجلز 1 اوفر اي سكوير بلس اكس سكوير دي اكس، دي من خمس حاجات المحفوظين، هذا الانسر بتاعها 1 اوفر اي تان انجلز اكس اوفر اي. فانا عندي الاي سكوير هنا ايكوال 3، فانا محتاج اجيب الروت بتاعها، هتبقى 3 اوفر 4 دي تنزل بره، ودي 1 اوفر روت 3 اللي هي 1 اوفر اي تان انفرس اكس اللي هي اكس بلس 1 اوفر روت 3 بلس سي، وهو ده الحل بتاع الانتجريشن بارشال فراكشن الكبيره اللي كانت عندي، اللي انا عملت لها فاكتورايز الاول، وبعد كده طلعت الكونستنت اللي عندي، وبعد كده حسبت كل واحده فيهم ايكوال تاني. طيب هنشوف مع بعض كيس تانية اللي هي بتاعت الريبيت براكت، وبعد كده ناخد اكزامبل على اللونج ديفيجن لو الباور اللي فوق اعلى من اللي تحت. بتاعة الريبيت براكت هي عبارة عن انتجريشن 1 اوفر اكس بلس 1 اكس بلس 1 مظبوطة 1 اوفر اكس بلس 1 تايم اكس سكوير بلس 1 هول سكوير. هنعمل ايه في ديت؟ مضطرين نعمل البراكت ريبيتد زي ما احنا ما قلنا. انا اول حاجه عندي تحت في اكس بلس 1 هنسيبه زي ما هو، عندي براكت بار 2 هنعمله مره بار 1 ومره بار 2. طيب فوق هنا بار 1 هنحط ايه بس؟ جوه بقى هنا في اكس سكوير بلس 1 وفي اكس سكوير بلس 1، هنعمل ايه؟ الاكس سكوير فوق فهنحط بي اكس بلس سي، هنا هنحط دي اكس دي اكس بلس اي. يبقى انا عندي اي بي سي دي اي 5 كونستنت. هنعمل ايكويشن ستار عشان نجيب الكونستنت ببعض، الليفت هاند سايد 1 الرايت هاند سايد لما ناخد الفراكشن ده هنعمله تايم اوت فراكشن، الاكس بلس 1 هيروح مع الاكس ب 1، هتفضل اي باكس سكوير بلس 1 اول سكوير، بعد كده بلس اللي فوق بي اكس بلس سي هيبقى ملتبلاي كام؟ لما نشيل دي مع واحده من السكوير هيتفضل لي براكت اكس بلس 1 والبراكت التاني اكس سكوير بلس 1 بلس، لما نعمل ده تايم ده هيتفضل دي اكس بلس اي البراكت اللي فوق بس تايم اكس بلس 1 بس. نبروز ايكويشن ستار ديت ونبدا نختار الاكس فاليو يطلع لي الحل، بس نخلي بالنا ان انا
بعد كده شوية هقول let x equal negative 1 هيطلع لي value واحدة بس، هتبقى عشان دي negative 1 بلس 1 هتبقى 0، ودي negative 1 بلس 1 هتبقى 0، أول واحدة بس هي اللي هتطلع ايه negative 1 square بلس 1 all square، هتطلع 2 square ب 4، هتبقى ال 1 equal 4a، يعني ال a equal 1 over 4. كده حضرتك طلعت أول واحدة. طبعا عشان تحل الفاليوز دي محتاج طبعا تحط بقى الاكس باكتر من نمبر وتسولف الايكويشن مع بعض. في طريقه تانية اسمها الكومبير للكوفيشنت او مقارنه المعاملات، بس محتاجين نفك البراكت. فالايكويشن هنا هتبقى اكس باور 4 لما نيجي نفكه بلس 2 اكس سكوير بلس 1. حلو، الايكويشن اللي فوق ده عندي برضو محتاج يتفك، بس انا هفك الاثنين براكت دول مع بعض فوق الاول، اكس باكس باكس باور 3 وإكس في 1 بإكس بس، و1 في إكس سكوير بإكس سكوير، و1 تايم 1 ب1. هناخد دي إكس بقى نعمل لها تايم كل ده عشان نكتبها تحت، هتبقى بلس الإيكويشن بتاعتي هتبقى بي إكس باور 4 بلس بي إكس سكوير بلس بي إكس باور 3 بلس بي إكس، وبعد كده ناخد السي تايم كل ده تبقى بلس سي إكس كيوب بلس سي إكس بلس سي إكس سكوير بلس سي. نفس الكلام لما نفك الايكويشن اللي بعدها، دي اكس تايم اكس هيبقى دي اكس سكوير، دي اكس تايم 1 دي اكس، دي تايم اكس دي اكس، واي تايم 1 دي اي. كده انت فكيت الايكويشن كلها. هنعمل كومبير للكوفيشن مقارنة المعاملات، اعلى باور اكس باور 4، نبدأ بأعلى باور ونبدأ نكتب الايكويشن بتاعتي. اكس باور 4 مش موجودة في الليفت هاند سايد فهيبقى الكوفيشن بتاعها بزيرو، في الرايت هاند سايد الكوفيشن بتاعتي خلي بالك دول مالتبلاي ايه بس، يعني في ايه اكس باور 4 يعني ايه، وفي بي اكس باور 4 يعني بي، يعني ايه بلس بي ايكوال 1 اوفر 4، فبالتالي البي هتبقى نيجاتيف 1 اوفر 4، وكده يبقى انت جبت البي بكام. طيب هنكمبير كوفيشن الاكس كيوب، هنقارن معاملات الاكس باور 3، الليفت هاند سايد ما فيهاش الاكس باور 3 فتبقى بزيرو، الاكس باور 3 في الرايت هاند سايد في بي اهي وفيها سي مفيش حاجه تاني، يبقى بي بلس سي اكس كيوب، والبي بنيجاتيف 1 اوفر 4 يبقى السي بوزيتيف 1 اوفر 4. كده احنا جبنا الاي والبي والسي. طيب ممكن نكمل هنا عشان نبقى شايفين الايكويشن قدامنا، كومبير الكوفيشن اكس سكوير الليفت هاند سايد ما فيهوش اكس سكوير ما فيهوش اكس تربيع، لكن الرايت هاند سايد بقى في مين، في 2 اكس سكوير في ايه يعني في 2 ايه، وفي مين كمان في الاكس سكوير في بلس بي، عندي كل ده عندي ايه عندي ودي عندي، في مين تاني اكس سكوير في سي اكس سكوير وفي بي في سي بلس بي، كل عندي ايه وعندي بي وعندي سي، فاضل الدي اجيبها فين. طبعا 0 ايكوال 2 تايم 1 اوفر 4 هتبقى هاف، will be minus 1 over 4 will see positive 1 over 4 plus d، طبعا دول يتشالوا مع بعض ودي تطلع بره يبقى d negative half، يبقى احنا جبنا كمان d. كمل يا جماعة ونجيب ال e، احنا كده جبنا ال a وال b وال c وال d، هنعمل compare ال free coefficient اللي هو الحد المطلق اللي ما فيهوش اكسات خالص، فالليفت هاند سايد هيبقى 1 والرايت هاند سايد لو رجعنا للايكويشن هتبقى اي تايم 1 هتبقى اي، وفي سي بلس اي. انا عندي الاي والسي، طبعا انا جبت الاي ب 1 اوفر 4 والسي ب 1 اوفر 4 والاي ما اعرفهاش، فبعد ما هجيب الاي هتبقى الاي ايكوال بوزيتيف هاف. ما ننساش ان احنا كنا عاملين الانتجريشن بتاعي انتجريشن 1 اوفر اكس بلس 1 تايم اكس سكوير بلس 1 اول سكوير، كنا مقسمينها يا جماعه ل فراكشن في اكس بلس 1 وفراكشن تاني في اكس سكوير بلس 1 بس بار 1 اللي هي ريبيتد براكت، والتاني اكس سكوير بلس 1 بار 2، وكنا قايلين ان ده ايه وده بي اكس بلس سي وده دي اكس بلس سي. طبعا احنا جبنا كل واحده فيهم فنحط كل واحده فيهم في مكانها، يبقى هنعمل انتجريشن ال a طلع ب 1 اوفر 4 هيبقى 1 اوفر 4 اكس بلس 1، وال b طلع ب نيجاتيف 1 اوفر 4 يبقى نيجاتيف 1 اوفر 4 اكس، وال c بوزيتيف 1 اوفر 4
over x squared plus 1 ودي طالعة بنيجاتيف هاف، يبقى نيجاتيف هاف اكس ودي بوزيتيف هاف، هاف اوفر اكس سكوير بلس 1 هول سكوير دي اكس. طبعا هنعمل انتجريشن من المنظر ده، فاحنا محتاجين نخرج كل واحدة فيهم الباور بتاعها لبره. 1 اوفر 4 بره تبقى 1 اوفر اكس بلس 1، بعد كده ماينس 1 اوفر 4، البراكت ده زي ما اتفقنا لازم يتقسم، يبقى اكس اوفر اكس سكوير بلس 1 بلس 1 اوفر 4 تايم 1 اوفر اكس سكوير بلس 1، بعد كده ماينس هاف اوفر اكس تايم اكس سكوير بلس 1 اول سكوير، بعد كده بلس هاف تايم 1 اوفر اكس سكوير بلس 1 اول سكوير دي اكس. طيب هنعمل الانتجريشن بتاعي، ان انا هزود كل واحده فيهم، هي هتبقى 1 اوفر 4 لين اكس بلس 1، ودي عشان اللي فوق يبقى ديريفيتيف اللي تحت، هنعمل مالتبلاي 2 بره هاف، فهتبقى نيجاتيف 1 اوفر 2 1 اوفر 4 1 اوفر 8 لين اكس سكوير بلس 1، ودي برضه هتبقى ده شكل من اشكال المحفوظه 1 اوفر 4 تان انفرس اكس، ده برضه عشان نخلي براكت، هنطلع البراكت ده فوق فور نيجاتيف 2، الديريفيتيف بتاعه موجود، هنعمل مالتبلاي 2 بره هاف، فهتبقى نيجاتيف 1 اوفر 4، وبعد كده نكتب البراكت زي ما هو، نزود على الباور 1 ونعمل ديفايدد على نيو باور، هيبقى نيجاتيف 1 اوفر 1، واخر واحد ده هيتعمل بالكريت سبستيتيوت. فاحنا هناخد انتجريشن 1 اوفر اكس سكوير بلس 1 اول سكوير دي اكس، نحسبه على جنب لوحده، ده شكل من اشكال شكل التاني، الاكس ايكوال 1 تان زي، وديريفيتيف التان سيتي سكوير، سيتي سكوير سي سي. فهنحول دي من اكس لثيتا زي ما قلنا في المحاضرة اللي فاتت، هيبقى اكس سكوير هتبقى تان سكوير بلس 1 اللي هي سيتي سكوير هول سكوير، وفوق هتبقى سيتي سكوير ثيتا دي سي. طبعا التان سكوير بلس 1 تحت هتبقى سيتي سكوير، فاحنا مضطرين نبدلها، هتبقى سيتي سكوير ثيتا هول سكوير هتبقى سيك باور 4، فهيبقى عندي 1 اوفر سيك باور 4 ثيتا تايم سيك سكوير ثيتا تي ثيتا، طبعا هنشيل السكوير من هنا مع التي من تحت، هتبقى 1 اوفر سيك سكوير بس، هنطلعها فوق هتبقى كوزاين سكوير ثيتا دي ثيتا، كوزاين سكوير بتتفك هاف 1 بلس دبل انجل كوزاين تي ثيتا عشان ملهاش انتجريشن عادي، هتبقى هاف وانتجريشن ال 1 بثيتا وانتجريشن الكوزاين بساين 2 ثيتا اوفر 2، وزي ما اتفقنا دي الترانجل بتاعها دي ثيتا تان ثيتا اكس اوفر 1 تان اوبجيت اوفر ادجيسنت، وده هيبقى سكوير روت 1 بلس اكس سكوير، ونبدا نحسب، يعني دي هتطلع هاف تان الثيتا هتبقى تان انفرس اكس عشان الاكس تان ثيتا، لو عايز ثيتا هاخد تان انفرس، والساين 2 ثيتا دي زي ما اتفقنا برضو في سؤال قبل كده بتتفك 2 ساين كوزاين الدبل روت بتاعتها، فهتبقى بلس 2 هتروح مع ال 2 دي فوق، هتبقى ساين تايم كوزاين، الساين الانجل هتبقى اوبوزيت اوفر هايبوتنس، هتبقى اكس اوفر روت 1 بلس اكس سكوير ساين، والكوزاين 1 اوفر روت 1 بلس اكس سكوير بلس سي، وطبعا هنضيف الحل دوت جنب السوليوشن اللي هنا، يعني المفروض اقول ماينس هاف، والحل اللي هيتحط اللي احنا جبناه يتحط في المكان دوت وكله بلس بعضه في الفاينل انسر. هناخد كيس كمان والاخيره، لما يبقى الباور عندي فوق اعلى من الباور تحت، فانا ببقى عايز اعرف اعمل ايه الاول، اهو يقول لي اعمل لي انتجريشن اكس باور 3 اوفر اكس سكوير ماينس اكس بلس 1 دي اكس، طبعا باور اللي فوق اعلى من اللي تحت هنعمل لونج ديفيجن، فهتبقى اكس باور 3 ديفايدد اكس سكوير ماينس اكس بلس 1، هنعمل الفيرست ديفايدد الفيرست، اكس كيوب ديفايدد اكس سكوير هتبقى اكس، اكس تايم اكس سكوير هتبقى اكس باور 3، واكس تايم نيجاتيف اكس هتبقى اكس سكوير، واكس تايم 1 هتبقى اكس، بعد كده اعمل الباور بتاعي بالماينس، يعني غير الساين، دي هتبقى نيجاتيف ودي هتبقى بوزيتيف ودي هتبقى نيجاتيف، دول يتشالوا فينزل لي اكس سكوير ماينس اكس، هنعمل ديفايد التاني اكس سكوير ديفايد اكس سكوير هتبقى بوزيتيف 1، 1 تايم اكس سكوير باكس سكوير، و1 تايم نيجاتيف اكس بنيجاتيف اكس، ونغير الساين فهنخلي دي بالنيجاتيف ودي بالبوزيتيف، واكس و1 تايم 1 هتبقى 1 طبعا يستحيل في 1، ودي هتبقى بالماينس، دي هتتشال ودي هتتشال، هينزل نيجاتيف 1،
هنقول إن الحل هنا عبارة عن x بلس 1، والريميندر عندي نيجاتيف 1 أوفر x سكوير ماينس x بلس 1 dx. طبعا ده هينفع يتعمل له انتجريشن، وده هيتعمل له انتجريشن، وده هنعمل له أهو. أنا هعمل x بلس 1 ماينس 1 أوفر x سكوير ماينس x بلس 1 dx، هنعمل له كومبليت سكوير عشان يطلعوا حاجة من الأشكال المحفوظة اللي عندي، فهيبقى x ماينس هاف سكوير ماينس 1 أوفر 4 بلس 1، فيبقى تحت البراكت x ماينس هاف سكوير بلس 3 أوفر 4، وده شكل التان انفرس. فالأنسر عندي هتبقى x سكوير أوفر 2. لما أعمل انتجريشن بقى، وال 1 هيبقى ب x ماينس، لو تفتكروا روت التان انفرس 1 أوفر روت a، يعني روت 3 أوفر 4 تان انفرس x اللي هي x ماينس هاف اوفر a اوفر روت 3 اوفر 4 بلس c. وبكده نكون نهينا الانتجريشن بتاعنا والانتجريشن باي بارشال فراكشن، وعرفنا لو انا عندي فراكشن اللي فوق مش ديليفاتيف اللي تحت، لو الباور اعلى اعمل لونج ديفيجن، لو الباور اقل اعمل بارشال فراكشن، وعرفنا الكيسز وخلصنا الانتجريشن. وشكرا، وإلى اللقاء في محاضرة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.